طب كرة اليد الشاطئية، كلمنا بقى عن منتخبنا وعن دورك، وكنا لسه في التقرير بطولة كانت في اليونان كنتوا متواجدين فيها. بصراحة هي لعبة أنا يعني بحبها جدا، لعبة مسلية يعني، لعبة جميلة. منتخب عندنا منتخب قوي، أول كأس عالم هم أخدوه تقريبا 2004 في الغردقة حاجة كده، منتخب قوي وممكن بالتدريبات والمعسكرات وكده ان هو يقدر يحقق ميداليات في كاس العالم وكده، بنروح على طول كاس العالم. ولعبنا بطوله في اليونان، اخر واحده دي كانت في بحر المتوسط، ما خدنا رابع، خرجنا يعني بنالتيات وكده. بس هي لعبه الاتحاد مهتم بيها ونفسه يحقق فيها ميداليات. يعني بيكون سهل عليك كلاعب ان انت تكون بتتمرن مثلا في النادي بتاعك على كرة يد صالات، وبعد كده يبقى عندك فصلة في النص تروح تلعب كرة يد شاطئية؟ الموضوع ده سهل ولا صعب؟ هل التخصص فيه ممكن يكون افضل في وقت ما تركز معاها لو انت حاسس انت بتحبها اكتر او لا يا صعب، صعب جدا. صح انا بقول لان كده؟ طبعا لان دي حاجه، دي بتتلعب بجزمه ودي بتتلعب من غير جزمه، دي كوره بوزن ودي كوره بوزن تاني خالص، وهنا رملة جري على دي رمل الرملة، طبعا، قصة مفيش تانية. حاجه يعني، ما بشوطش عادي كده، لازم يا اما الف في الهواء او ان انا اخدها في الهواء كوره. فدي لعبه مختلفه تماما. البرازيل وكرواتيا وكده ابطال العالم في اللعبه دي، هم بيلعبوا هاندبول شاطئيه طول السنه بس، بس وفي دوري وفي حاجات تانية عشان ننافس على التالت، لازم يكون في دوري محلي واحتكاك اوروبي او احتكاك علشان عالمي يعني. يكتبوا متخصصين طبعا محتاجه غير كده ناس هيبقى صعب بتلعب توقف. اللعبه دي بس.